مباراة ديربي الجوار تنتهي مغربي ودادي على حساب اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف لهدف. دعونا نشاهد أربعة أهداف كانت حاضرة في هذا اللقاء في الشوط الأول. أنهى الوداد المهمة بنجاح بثلاثة أهداف، افتتحها وليد الكرتي بعد تمريرة من كاسينغو كازادي مطلع الدقيقة 7. شوط كان كفيل بتأهل الوداد وحسم النقاط الثلاث بعد أن سجل بديع أوك الهدف الثاني من صناعة حمزة السرير مطلع الدقيقة 24. الوداد الذي تفوق بالطول والعرض في أحداث الشوط الأول مع إخفاق واضح وكبير من فريق اتحاد العاصمة في هذا الشوط، الشوط الأول على صعيد الجماعي وصعيد الفردي خصوصا في الخط الخلفي. فأضاف كازادي كاسينغو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع. في الشوط الثاني تحسن حال اتحاد العاصمة واستطاع أن يذلل الفارق بهدف محمد ربيع مفتاح بعد أن صنع عبد الكريم زواري هذا الهدف مطلع دقيقة 79. وبالتالي الوداد يتأهل رسميا و يذهب إلى الأدوار المقبلة رفقة سان داونز. المتأهل سلفا بعشر نقاط ثم الوداد بتسع نقاط، ويكتفي اتحاد العاصمة بنقطتين يتيمتين بعد مرور خمس جولات من دور المجموعات. حقيقة رفيق مبروك للكابتن يوسف شيبو، هارد لك للكرة الجزائرية المتمثلة في بطل أفريقيا بنقطتين لا تليق حقيقة بسمعة اتحاد العاصمة فريق كبير في الجزائر وعلى المستوى الأفريقي، وكذلك لا تليق بسمعة الكرة الجزائرية. نحن نقول الجزائر اليوم أفضل منتخب في أفريقيا، أفضل مدرب في أفريقيا، أفضل لاعب شاب في أفريقيا، بطلة أفريقيا. هذا لا ينعكس يعني على اتحاد الجزائر، صحيح مثل ما قلت بطل افريقيا وتبقى بطل افريقيا ونتمنى تزيد يعني نجمة اخرى ان شاء الله، ولكن المشاكل مثل ما قلنا في بداية الاستوديو المشاكل اللي كنا نتكلم عليها للفريق واضحة، يعني حتى اللاعبين يعني تحسهم ان بعد الهدف الثاني في اهباط في الدين، في عدم الرغبة نقصت. يعني شفنا شوط ثاني كان أفضل لماذا؟ على ما أظن تصحيح تكتيكي، تصحيح الأخطاء لصلاح في الشوط الأول، ولكن عندما تكون خاسر في الشوط الأول بثلاثة صفر من الصعب الرجوع في النتيجة. صحيح في الأداء كان أفضل في الشوط الثاني، كانت في عدة فرص، كانت نقص يعني الخطورة اللي كانت من جانب الوداد كانت أقل في الشوط الثاني. لماذا؟ لأن كان فيه تركيز. صحيح في البداية قلت لك أول شيء خاصة في الدفاع وفي محور الدفاع عندما تقوم بتغييرات، أول شيء ما نلومش أنا اللاعب وكان ما نلوموش، اللوم أكثر عدم الانسجام، اللوم أكثر يعني لم يدخلوا في المباراة. عندما لا تدخل في مباراة وتتقبل الهدف الأول تقريبا في 20 دقيقة أنت خاسر 2-0، من الصعب يعني تكون عندك هذه الرغبة وتعاود ترجع في النتيجة. ولكن يبقى اليوم فيه فوارق، يعني شفنا الفوارق الموجودة ما بين الوداد والاتحاد. لو الاتحاد لعبت بنفس الرغبة ونفس العزيمة ونفس عدم قيام بأخطاء مثل ما لاحظناها في الشوط الأول تكون النتيجة مختلفة. ولو الاتحاد أيضا لعبت يعني كانت عندنا يعني ما غادروش كل اللاعبين، يعني كل أمور لو، ولكن هذه لازم هذه تداركها قبل لو، يعني قبل الموسم اللي فات وقبل بداية الموسم. اليوم تلعب بالأوراق الموجودة، اليوم بلال زيري يعني بلال يلعب بالأدوات الموجودة وبجودة اللاعبين الموجودة. وفي النهاية البكاء على لبن المسكوب. بطبيعة الحال اتحاد العاصمة تحسن في الشوط الثاني، لكن الوداد بعد أن اطمأن على النتيجة في الشوط الأول لم يعد الوداد كما في الشوط الأول، اطمأن على النتيجة، لعب بحذر، أقل رتم من الشوط الأول، بالتالي ابتعد عن الإصابات ومن ذلك لأنه يلعب على ثلاث جبهات. صحيح. دوري، كاس، وتشامبيونز ليج. وكان ذكي في التعامل مع المباراة حتى في الشوط الثاني، سير المباراة كما ينبغي. ظن الشوط الأول كان هناك ضغط، كان هناك رتم، كان هناك محاولات أكثر، سجل ثلاثة أهداف. شوف ثاني شوف تراجع بعض الشيء لأن لقاء حتى هو اللي كان متحكم أكثر في لقاء، لأن تحسن كذلك فريق اتحاد العاصمة على مستوى الدفاع حتى مستوى وسط الملعب. الوداد يعرف أنه يلعب على جدة وجهات كما قلت، ربما الخوف من الإصابات، إراحة بعض اللاعبين، كذلك تغييرات من بعض القادمين الجدد كرحيلي مثلا دخل في آخر دقائق. لكن أظن الوداد عمل أهم كما قلت، مباراة مهمة هذه تعطي ثقة، المفروض يبني على هذه المباراة خصوصا الشوط الأول. لما ننسى انه اول مباراه لمساب المدرب دي صابر، وبالتالي يريد ان يعطي انطباع جيد انه هو المدرب المناسب لفريق الوداد. اليوم
قدم مستوى جيد وفاز بنتيجة جيدة وهذا شيء مهم في الانتظار كما قلت المباراة المقبلة. الآن تفرغ أكثر للمباراة المقبلة وننتظر مباراة سان داونز مادة سيفة لأن تحصيل حاصل هي صدرت المجموعة مهمة مهند لأنك ستتفادى المتصدرين يعني في المجموعات الأخرى هم أقوياء وبالتالي نجح ربما لو تكون هناك نتيجة ربما مفاجئة يتعادل سان داونز أو يخسر يبقى الوداد عليه أن يفوز في سان داونز في جنوب أفريقيا لحسم الصدارة صدارة مهمة في مثل المباراة. من الذي تصدر المجموعات؟ الترجي مازومبي والأهلي الفرق الدور قوية. المقبل راح تكون الأمور يعني تكون إلا الكبار يعني الكبار إيه لكن تبحث عندما تتفادى الفوز وتنافس وتلحب تبحث على اللقب أي فريق تأخذه من الدور القادم معك لكن لو تتفادى تحاول تتفادى الفرق المرشحة والقوية لو تحاول يكون تتفاداها يكون أحسن. هي المفروض أنك تكون جاهز لكل المباريات من طبيعة الحال لكن في مثل هذه الأدوار لو أنا أقول دائما لو تتفادى الفرق المرشحة الأولى يكون أفضل تلاقيها فيما بعد وهذا شيء مهم بالنسبة لي. لكن كما قلت على مستوى الأداء كان أداء جيد اللاعبين قدموا مباراة كبيرة اليوم شفنا تجانس كذلك اللاعبين خصوصا خط الأمام نتكلم على اللاعب كاسانغو قدم مباراة كبيرة تفاهم كبير بينه وبين أوك بديع واللاعب الحداد بالإضافة كما قلت إلى كذلك اللاعب الكارتي يعني هذا الرباعي اليوم قدم مباراة كبيرة وسط الملعب اليوم شفنا النقاش تقريبا 39 سنة لا زال اللاعب يؤدي بشكل جيد في عملية قطع الكرة في عملية الضغط. طيب بعد إذن كابتن يوسف نذهب إلى الدار البيضاء مع ياسين معراش وأولى ردود الأفعال الأولى بعد نهاية هذا اللقاء بتفوق ودادي تفضل ياسين.